سيادتي، لا برحب بحضرتك. نتكلم النهارده اولا على الصوام اللي تم افتتاحها النهارده، وعايز اعرف كمان الفائده اللي هتتيح بالنسبه لهذه الصوامع بالنسبه للاحتياط الاستراتيجي والتخزين. وطبعا النهارده احنا بنستغل الزياره اللي كانت الصبح سياده الرئيس في افتتاح باكوره انتاج المزارع السمكيه شرق قناه في منطقه الانطره شرق. وطبعا انا بعتز بجميع المشروعات اللي بتتم في محور قناه السويس والمشروعات اللي بتتم شرق القناه، وده يعني عمل عظيم بتقوم به القياده السياسيه بتنشيط هذه المشروعات الاستثماريه اللي هتفتح مجالات كبيره جدا للتنميه في مصر وتشغيل الشباب واعطاء دفعه لعمليه الاستثمار في جمهوريه مصر العربيه.